السلام عليكم وحضرت اليوم إن شاء الله رح نكمل فيها كلامنا عن osteoporosis and specifically we will be talking about the pathophysiology of, of osteoporosis patient assessment and clinical presentation خلينا نعمل شير للسلايدز قبل ما نبلش نحكي عن osteoporosis عن الباثو pathophysiology خلينا ننتقل بس للتارت chart بيربط ما بين البون ماس دنسيتي اند ايجينج لانه يعني بيساعد في فهمنا بشكل اكبر للباثو pathophysiology Uh, فزي ما إحنا شايفين هذا الشارت هو للفيميلز أند males regarding the association between bone mass and age فمثل ما حكينا بالفيديوهات القصيرة في الأسبوع الماضي uh, ببداية حياة الانديفجول uh, بيكون البون growth accelerated بحيث أنه الأستيو بلاست بتكون uh, كبيرة كتير بيكون uh, very active uh, على عكسها بتكون الأستيو بلاست بتكون قليلة وإحنا برضو طرقنا لشو يعني أوستيو بلاست أوستيو كلاست هم نوعين من الخلايا نوعين من السيلز وبينما الأوستيو بلاستي بتكون بتعتبر bone building cells خلايا بتساعد في بناء العظم من خلال synthesizing and uh, depositing the uh, membrane سوري ذا بون تيشو لكن على عكسها الاوستيوكلاست هي بتعتبر تعتبر سيلز ريسبونسبل فور بون ريسوربشن اند بريكنج داون فهي بتحطم البون وبتعمله ديجراديشن وبالتالي بتضعف العظم بتقلل من البون ماس دنسيتي الشخص لما يوصل مرحله العشرينات الى الثلاثينات من عمره بيوصل للبيك بون ماس وزي ما احنا شايفين البيك بون ماس للميلز هي اعلى منها للفيميلز وهي احد اسباب انه ريسك الاوستيوبوروزيس بالفيميلز اعلى ولكن بعد العمر الثلاثينات ببلش يصير في ديكلاين سواء للميلز والفيميلز بالبون فورميشن وبالتالي بيزيد طبعا البون ريسوربشن والنتيجه بتكون النتيجه النهائيه انه البون ماس دنسيتي بتبلش انها تقل. الآن ننتقل لنحكي عن الباثوفيسيولوجي Okay, but we make sure that the recording is working. Okay, perfect. Pathophysiology, of um, we start with the uh, types of bone. Uh, that form the skeleton in the body. شو هي الأقسام أو الأنواع البونز We, there is two different uh, types: cortical bone and trabecular bone. أهم difference بيناتهم إنه طبعاً بيختلفوا من ناحية اللوكيشن وين موجودين في الجسم. بال skeleton بيختلفوا من ناحية ال, ال, الكمية الموجودة يعني مين بشكل أغلبية العظمة. Cortical bone تقريباً هو بشكل 80% من كل skeleton. فبالتالي التربيك بون هو حوالي 20% الفرق الثاني من ناحية الـ اللي هو شكل وتواجد هاي البونز الكورتيكال بون بالعادة موجود على شكل لونج بونز مثل عنا الهيب بون والفور آرم بون بينما الترابيكلر بون they exist in the vertebrae and the ends of long bones فبكونوا so بالعادة الترابيكلر بون هم مرتبطين بشكل مباشر بالكورتيكال بون Uh, ويعتبر الـ بون 10 times more metabolically active مقارنة بالكورتيكال بون. كمان مهم حتى نفهم الـ osteoporosis كيف بصير نعرف مهم نعرف الـ البون من شو بالضبط بيتكون ehm uh, it mainly consists of mineral components and collagen. إيش فائدة الـ mineral components they are responsible On the bone stiffness and strength. فهاي ال components من ضمنها الكالسيوم هي اللي بتعطي البون القوة والصلابة. بينما الكولاجين بيعطي البون ال flexibility as well as the energy absorbing activity. كمان في دور كبير للفيتامين D parathyroid hormone and calcium في development of osteoporosis. Uh, يعني هذا الموضوع كمان انتم تطرقتوا له بثيرابتكس 1 uh, لما uh, أخدتوا عن الكرونيك كيني ديزيز وكونه هي كانت وحده من الكومبليكيشنز بالسيكا دي uh, اللي هي uh, آه على اللونج ران فطبعا uh, هون بيكون انفولد في developing اوستيوبوروسيس ابنورماليتي uh, بالفيتامين دي او خلينا نحكي deficiency ان فيتامين دي على اللونج ران Uh, increase بالparathyroid hormone production و decrease بالكالسيوم uh, بالنسبة للكالسيوم اللي هو عبارة عن المحافظة على النورمال levels بالسيروم من الكالسيوم وانس يصير في اختلال فيها uh, ببلش يصير في بون resorption من البون من عفوا الكالسيوم بصير resorption اند اتس

السورس الاول هو يعتبر اندوجينس سورس من خلال اندوجينس برودكشن فروم ذا سكن اكسبوجر تو الترا فايوليت بي لايت اللي بنحصل عليها من الشمس السورس الثاني من خلال الدايت والسورس الثالث من السبلمنتس فيتامين دي اللي بينأخذ من الدايت من الدايت واللي بينأخذ من السبلمنتس بيكون على شكل فيتامين دي 2 وفي منه نوعين كولي كالسيفيرول اند ايرجو كالسيفيرول اللي بصير في الليفر آه بتم تحويل الكوليكالسيفيرول and ergocalciferol إلى كالسيديول which is 25-hydroxyvitamin D. بعدين بيجي دور الـ هورمون اللي يفرز من parathyroid جلاند It would stimulate the conversion of calcidiol into calcitriol where in the kidney. طبعاً إذا بتحول هون الـ اللي هو 25 هيدروكسي فيتامين D إلى كلي الى كالسيترول اللي هو 1 الفا 25 هيدروكسي فيتامين دي ذن الكالسيترول كيف بكمل المفروض يروح الكالسيترول على الفيتامين دي موجودين موجودين بالانتستين ويرتبط فيهم وهذا الاشي راح يزيد الكالسيوم بايندينج بروتينز فالكالسيوم والفوسفور اللي بيدخلوا من خلال الاكل على الانتستين راح يزيد الابسوربشن لهم بهذه الطريقه بالوضع الطبيعي الـ Calcium بيكون طبعاً من خلال ب يعني بـ percentage 30% to 40%. إذا كان البيشنت عنده low vitamin D concentration طبعا لما يكون low vitamin D concentration what does it mean؟ كميات الكالسيتريول عم تتصنع كخطوة أخيرة بتكون قليلة وبالتالي ما رح ترتبط بالفيتامين دي ريسبتورز بالانتستين وبالتالي ما رح يصير في absorption مناسب من الكالسيوم ومن الفوسفور كذلك فهيك بقل بالتالي الكالسيوم absorption بنسبة بيوصل لنسبة تقريبا 10% و 15% يعني حتى أقل من نصف النسبة الطبيعية كأبسوربشن للكالسيوم أه لما يقل الكالسيوم أبسوربشن أكيد رح يقل الكالسيوم ليفل إن ذا بلد يبلش البيشنت يصير عنده هايبوكالسيميا الآن مين اللي رح يستجيب للهايبوكالسيميا؟ الباراثايرويد جلاند من خلال أه إفرازها للباراثايرويد هرمون فبزيد البرودكشن باراثايرويد هرمون بالتالي بيزيد الكالسيتريول برودكشن وبيزيد كمان الكالسيوم ري ابسوربشن باي ذا ليش؟ لحتى الجسم يحافظ زي ما حكينا على الكالسيوم هومستيسز الآن لما يزيد الـ الـ لما يكون الزيادة بالكالسيوم absorption is insufficient يعني غير كافي لحتى يحافظ الجسم على الكالسيوم homeostasis in the serum بهاي الحالة رح يظل في زيادة بالباراثيرويد HORMONE كطريقة تعويضية وكمان الكالسيتريول رح يرتفع and this would be reflected on increased activity of osteoclast لأن osteoclast عم تشتغل أكثر this would mean releasing the calcium from bone to restore the calcium homeostasis فهاي الخطوة اللي بشكل مباشر يعني لما الكالسيوم يطلع من البون أكيد رح يقل البون mass density post Postmenopausal Osteoporosis الآن عم بيربط لنا الـ ابروتش في Approach الأشخاص اللي بيكونوا at higher risk to develop osteoporosis زي مثلاً البوست Post بحالات البوست Postmenopausal زي ما حكينا البوست menopausal Women آه بالعادة بيكونوا ريسك عندهم أكبر آه من البري menopausal Women to develop osteoporosis فمن أهم الأسباب أو خلينا نحكي الميكانيزمز اللي بتصير Uh, وتؤدي إلى significant bone density loss and uh, compromised bone architecture and strength اللي بصير بحالة الـ Post menopause estrogen بصير في deficiency بالestrogen level وهذا الاشي رح يأثر على يزيد the it would increase the proliferation differentiation and activation of new osteoclast uh, بمعنى آخر رح يزيد الأستيوكلاست osteoclast activity وبيخلي survival uh, duration للمتشور اوستيوكلاست اكبر وبالتالي عملها بصير اكثر وبالتالي بصير في بريكنج داون للبون بشكل اكبر الميكانيزم الثانيه انكريز بالانترلوكينز بروستاجلاندين اي 2 تي ان اف الفا اند انترفيرون جاما are ذوز ار كونسيدر بوتنت اوستيوكلاست هاي كلها تعتبر برضه uh, طرق لتعطي ستيميليشن اكثر وتحفيز اكثر الاستيوكلاست and uh, it would increase يعني, الـ estrogen deficiency would also increase the calcium excretion and would decrease the calcium gut absorption. بالنسبة للـ male osteoporosis in general risk الـ osteoporosis بال males هي أقل منها بالفيميلز، طبعاً uh, من ضمن هاي الأسباب إنه uh, the, the males would have larger bone size بالعادة حجم العظم عند الرجال أكثر they have greater peak bone mass حكينا عنها بالشارت uh, they would have increase in bone width uh, along uh, the aging process وهم عم يكبروا بالعمر على عكس ال females بزيد, بزيد عندهم ال males بزيد uh, عندهم ال, ال bone width they would experience fewer falls and they have shorter life expectancy أهم risk factors اللي بتزيد risk الأستيوبروزز عند الميلز smoking, low body weight, وهد losses زي ما حكينا ال body mass index ما تكون قليلة فبتقلل بزيد احتمالية osteoporosis uh, long term glucocorticoid use androgen deprivation therapy and low testosterone concentration بالنسبة للage related osteoporosis يعني the pathophysiological changes اللي normally بتصير مع ال aging uh, بتصير اللي هو بال adults بسبب ال accelerated bone turnover rate بيكون زي ما حكينا rate the osteoclast activity أعلى بكثير من the osteoblast activity تقريبا الأشخاص اللي أعمارهم بتبلش تكون فوق الستين ببلشوا يخسروا تقريبا 0.5% من التوتال total body mass density في كل سنة من عمره هلا هاي التغيرات بتنتج كمان من changes أو deficiencies بتصير بالهرمونز، بالكالسيوم، بالفيتامين دي, بالفيتامين دي as well changes بال absorption وال rate و decrease في production والفانكشن اوف of cytokines and uh, less physical activity and exercise. Uh, غير عن هيك كمان بيكون في muscle changes بتصير alongside the aging. فا uh, patient would experience weakness in the muscle, balance instability risk أعلى للfalls. وإحنا حكينا already إن falls هي واحدة من يعني risk factors اللي بتزيد احتمالية osteoporosis الان ننتقل uh, لل clinical presentation of osteoporosis what are the symptoms what are the signs in general osteoporosis بيكون asymptomatic خاصه في البدايه مشان هيك uh, بالعاده many patients would be unaware that they have osteoporosis الناس فعليا أنهم ما بيكونوا حاسين باعراض وبالتالي ما بيعرفوا انه عندهم osteoporosis وممكن عند هدول الاشخاص يكتشفوا بالصدفه انه they have osteoporosis مثلا من خلال الفحص اللي هو يعني بس بيعملوا فحص ولكن بدون اعراض او من خلال الفراكتشر بالذات لو تروما فراكتشر يعني شخص بتحرك حركه حتى لو كانت بسيطه وسمعنا عن كثير ناس يعني خاصه الكبار بالعمر بيكون يعني وقع مثلا وهي الوقعه ما بنعتبرها هذيك يعني الفول اللي تعتبر سيريس ولكن مع هيك ذس بيشنت اكسبيرينس فراكتشر صار عنده كسر فهون بيستدعي انه ايش ينعمل؟ سكاننج للبون ماس دنسيتي الفراكشر ممكن يصير مع البندنج يعني اي حركه ممكن يعملها الشخص سواء كانت انه يحني ظهره مثلا او ليفتنج يحمل اي شيء حتى لو كان مش ثقيل او فولينج او اي اندبندنت اكتيفيتي زي ما حكينا بالعاده بيكون الاستيوبوروزز اي سيمتوماتيك لكن ممكن يكون برضه اسوشيتد وذ بين الشخص يحس بالاماكن اللي البون ماس دنسيتي فيها قلت بحس فيها بالالم Uh, immobility فهو المريض فعليا ما بقدر يحرك uh, uh, ال الاجزاء اللي صار فيها هذا ال pain uh, وطبعا بسبب ال let's say limited physical activity او limited او بسبب ال immobility البيشنت ممكن يصير في عنده depression ممكن يصير في عنده فير من انه يعني uh, من اي physical limitations او deformities ممكن تصير عنده. بالنسبه للساينز العلامات اللي بتبين على الشخص اللي عنده osteoporosis mainly they would experience shortened stature. Shortened stature يعني uh, الشخص ببين أقصر من وضعه الطبيعي ومعنى آخر طوله بقل. يعني تقريبا بخسر ممكن أكثر من 4 سانتي من الما الماكسيم هايت اللي وصل له وممكن تكون الخسارة أكثر من 2 سنتيمترز in one year. وفي other signs اللي هم كيفوزز and lordosis we will be talking about them in the next slide. ومن الساينز كمان fragility اللي هي Low Trauma Vertebral Hip, ريست or فور ارم فراكتشر الشخص من تروما بسيطه اصابه بسيطه وقعه بسيطه ممكن يصير في عنده كسر بالفيرتبري اللي هو باي فقره من العمود الفقري بالهيب اللي هي عظم الورك الريست عظم الرسغ والفور ارم فور ارم اللي هو بالذراع نيجي للساينز اللي هم الكيفوسز اند لوردوسز الصوره اللي على الشمال في السلايد بتبين النورمال سباين النورمال كيرفيتشر هذا الانحناء الطبيعي والطول الطبيعي والارتفاع الطبيعي للعمود الفقري للسباين اللي بيصير بالكيوفوزز انه بيصير في لوس للهايت اند كيرفيتشر اوف ذا سباين بسبب الفراكتشرز او بسبب طبعا الاوستيوبروسيس فهاي changes بتبين بسبب المينرال لوس طبعا بتبين مثل الصوره اللي على اليمين فبيكون في انحناء الانحناء العمود الفقري للخارج بيكون واضح كثير هاي بالنسبه للكيفوزس والمنطقة طبعا اللي هي اللي بتكون بمنتصف السباين بتصير. بالنسبة للوردوسيس it's an exaggerated inward curve of the spine. إذا هو عبارة عن انحناء كمان هون بيصير في انحناء لا اللي هو للمنحنى الطبيعي الموجود للسباين ولكن الانحناء بيكون للداخل وين؟ بالنك منطقة الرقبة وباللور باك، المنطقة السفلية من الظهر مثل ما هو مبين بالصورة وطبعا اللوردوسز and kufosis can coexist in the same patients with osteoporosis هم مش عكس بعض ممكن يصيروا عن نفس نفس الشخص اللي يعني مشخص بـ osteoporosis وهاي صورة لاكس راي بتبين الفيمورال نيك فراكتشر in patient with osteoporosis. زي ما انتم شايفين الفيمورال نيك هون موقعها وشكلها بخليها يعني at high risk ليصير فراكتشر او اذا صار فيها اي نقصان بالبون ماس دنسيتي معرضة اكثر من غيرها من البونز في الجسم ليصير فيها فراكتشر والتئامها بيكون جدا صعب مشان هيك يعني هي من اهم المناطق اللي أه خلينا نحكي إذا بصير فيها أستيوبروز ضروري إنها تتعالج وهذه الصورة بتبين الـ vertebral fracture أه إذا fracture عند شخص عنده أستيوبروز أه صار بوحدة من الـ vertebrae اللي هي بال أه وحدة من الفقرات العمود الفقري المشكلة بحالات الـ vertebral fracture إنه الفراكتشر هذا ممكن يضغط على الـ spinal cord اللي already بمر spine بالنسبة لـ consequences of osteoporosis إحنا already حكينا أهم consequence وأهم complication هي الـ fractures اللي ممكن تصير الـ fractures تعتبر هي major osteoporotic fractures اللي صارت بالـ vertebrae بالـ hip forearm as well as humerus الـ osteoporotic fractures نفسها ممكن تؤدي إلى increased morbidity كمان ريسك مورتاليتي and decreased quality of life that results from pain and disability. حكينا الشخص ممكن يصير في عنده depression بسبب ال limitation اللي ممكن يصير وال اللي بحس فيه. وبالنسبه للأشخاص اللي بصير عندهم كيفوسز احنا شفنا الكيفوسز عباره عن بروتروجن اللي بصير ممكن يضغط على ال respiratory system بالذات على اللنجز ممكن يضغط على الجي GI tract. يؤثر respiratory problems and gastrointestinal complications. now we move on to talk about the patient assessment. بلش نحكي عن uh, شو هي الأشياء ممكن نستخدمها في the diagnosis. تساعدنا في the diagnosis of osteoporosis. بتنقسم لقسمين. ممكن نستخدم risk for uh, risk factors assessment and the bone mineral density devices نبلش بال risk factors assessment في في tool there is a tool that is named as frax tool which stands for the world health organization fracture risk assessment tool هاي التول عباره عن online ممكن تكون online calculator بندخل فيها معلومات بخصوص risk factors لل osteoporosis ومنها بنحسب الأدلت 10 year probability of developing an osteoporotic fracture بتساعدنا نحسب قد ايه احتماليه الاوستيوبورتيك فراكتشر بالعشر سنين القادمات. ايش هي هاي الفاكتورز او اللي فعليا تؤخذ في عين الاعتبار بالفراكس تول. الايدج اذا كل ما الايدج زاد طبعا نتوقع السكور يكون اعلى اللي آه هي خلينا نحكي البيرسنتج كمان السكس الفيميل راح تكون اعلى من الميل كمان يؤخذ بعين الاعتبار الويت الويت هون العكس زي ما حكينا الويت الأعلى نتوقع يكون اتقلل إنه probability uh, يأخذ في الاعتبار كمان ال height previous fra uh, fracture parent fractured hip إذا الشخص عنده أمه أو أبوه صار عنده كسر في ال hip uh, current smoking لأنه هو أحد risk factors if the patient is on glucocorticoids if the patient is diagnosed with rheumatoid arthritis uh, if the patient has secondary osteoporosis يعني osteoporosis من أسباب أخرى وإذا uh, uh, كان البيشنت الكول كونسيومر تقريبا 3 or more units per day وفاينالي الفيمورال نيك بون ماس دنسيتي فزي ما احنا شايفين الفيمورال نيك هو uh, مكان مهم جدا لحتى ينقاس وداخل بيه الفراكس سكور بالنسبة للبون مينرال دنسيتي ديفايسز في نوعين بريفرال والسنترال البريفرال طبعا وهي عندنا السنترال بنسميها سنترال dual energy x-ray absorptiometry أو معروفة as central dexter scan uh, قارن بيناتهم بالنسبة لل peripheral bone mineral density devices devices بتساعد على حساب البون bone mineral uh, density نشوف إذا إنها uh, normal أو uh, أو decreased هاي uh, high devices helpful as screening tool to determine which patients require further evaluation. باستخدام Central Dexa scan. من ال advantages لاستخدام ال peripheral devices they are less expensive مقارنة بال central فهم مش غاليين easy to use portable زي ما احنا شايفين حجمهم صغير وبالتالي حركتهم من مكان لمكان سهلة fast بيعطوا نتيجة بسرعة أقل من خمس دقايق وممكن من خلالهم to predict general fracture risk يعطينا احتمالية يعني كنسبة شو احتمالية تصير فيه fracture عند هذا الشخص أكثر ناس نستخدم لهم هاي الطريقة هم الـ postmenopausal women and men who are 65 years and older. بالنسبة للـ central dual energy X-ray absorptiometry أو اللي هي central DEXA scan it is considered so far the gold standard for measuring bone mass density إذا هي الفحص والتست الأساسي بنعتمد عليه بتشخيص بقياس البون ماس دينسيتي وبالتالي بتشخيص الأستيوبروسيس من ميزاتها الـ high precision, short scan times, low radiation dose, and stable calibration ممكن من خلال السنترال ديكسا نقيس البون ماس دينسيتي باللمبر سباين, the proximal femur, as well as the total hip. نستفيد منها زي ما حكينا في الـ diagnosis الآن مين الأشخاص اللي نستدعي انه آه نلجا للسنترال ديكسا آه عندهم آه اول آه كاتيجوري هم اول وومن او ليت سي ان فاكت هم اول بوست menopausal وومن اي وحده بمرحله البوست مينوبوز لازم تعمل الديكسا سكان فهون شايفين هي نقطه واحد نقطه ثلاثة هم بنجمعهم بنفس النقطه اي بوست post-menopausal وومن سواء كان عمرها اقل من 65 او اكثر ما دامها بوست مينوبوز اذا لازم تعمل السنترال ديكسا سكان كمان all men aged 70 years or older زي ما احنا شايفين عند المن لسه على عمر اعلى وهاي برضه بدل على انه الريسك اعلى للومن عشان هيك الومن على ابكر من هيك بيعملوا الدكسا سكان أه بحاله المن هو ار 50 يعني عمرهم ما بين 50 to 69 years وعندهم ريسك فاكتورز فور فراكتشر وكمان في بيشنتس عندهم اي identified secondary كوز للبون لوس الأشخاص اللي بالعادة ما بنلجأ نعمل لهم سنترال dexa هم children, premenopausal women and men who are 50 years and younger who are younger than 50 years طبعاً إذا ما كان في عندهم أي non-secondary cause أو history the low trauma fracture بالعادة central dexa ما بتنعمل لهم إيش المعلومات اللي إحنا ممكن نحصلها من السنترال dexa ونستفيد منها بالosteoporosis diagnosis وهون بدنا ننتبه لشغلة إنه الـ Central إحنا بنلجأ لها أول إشي كتشخيص وستيوبروسيس وكمان بتنعمل للبيشنت اللي بتشخص وبيأخذ التريتمنت after 1 to 2 years from starting الميديكيشن لنشوف كيف استجاب عنده البون ماس دينسيتي بالنسبة الـ القيم أو الفاليوز اللي بتطلع من استخدام السنترال ديكسا Dexa الـ Actual Bone Density Value, the T-Score and the, the uh, Z-Score إيش هم الـ Z-Score والـ T-Score؟ بالنسبة للـ Z-Score آه بقيس البون ماس دنسيتي عند البيشنت وبقارنها بـ الب... المين بون ماس دنسيتي لـ Healthy Sex and Age-Matched Population يعني Z-Score هو مباشرة بيطلع لنا قيمة هاي القيمه بتكون قارنت ما بين البون ماس دنسيتي لهذا الشخص اللي عمل الفحص الـ Central سكان مع شخص له تقرير له نفس السكس يعني فيميل مع فيميل وميل مع ميل ونفس الأيج يعني عمره هذا 70 بيكون بقارن مع الشخص عمره 70 كمان مع تثبيت الريس والاثنيسيتي they are taken into account when calculating the, score. the z score the score the, the other score اللي هو t score t score كمان بقارن ال patients measured bone mass density لكن هاي المره بقارنها بالمين bone mass density لا healthy young sex matched white reference population هون ثبت لنا هاي المتغيرات اللي هي العمر وشخص healthy ما عنده اي مشاكل اخرى أه وعمره ما بين 20 to 29 وهو وايت يعني حدد لنا كمان الريس أه لكن الاختلاف بس بالسكس يعني female مع female وميل مع male طيب كيف ممكن احنا نستخدمها بالديagnosis؟ بالاعتماد الاساسي بالديagnosis of osteoporosis هو ال T score متى بنعتبر الشخص عنده normal bone Uh, density او uh, normal bone mass density اذا كان عنده اكثر من minus 1 اذا كان T score نتيجته اكثر من minus 1 هاي ما في مشكله ما بنعتبر البيشنت يعني uh, لسه ما عنده اي مشكله بالبون mass density اذا كان ما بين minus 1 uh, لا minus 2.5 بتشخص الشخص باستيوبينيا ببلش يكون في عنده yes low bone mass ولكن هون بتشخص باستيوبينيا اللي بنسميها ترقق العظام هي المرحله اللي بتكون بالضبط قبل الاستيوبروسيس الاستيوبروسيس بتشخص اذا كان التي سكور ماينس 2.5 او اقل يعني ماينس 2.5 ماينس 3 ماينس 3.5 ماينس 4 اتسترا هاي كلياتها بيكون شخص فيها باستيوبروسيس هاي القيم اللي هي الكت اوف بوينت بالتشخيص هي تستخدم للـ post-menopausal, white women, الـ pre-menopausal women, men aged 50 years and older, and adults from different races and ethnicities. في طرق أخرى كمان بتساعد بتشخيص osteoporosis من ضمنها الـ bone turnover markers. Uh, بالنسبة للـ bone turnover markers uh, uh, من ضمنهم في urine markers and serum markers من خلال أخذ urine test و uh, blood تيست ينعمل بلود uh, ينأخذ بلود سامبل من البيشنت بقيسوا فيها انزيمز وبروتينز بتكون انديكاتيف على البون فورميشن وبريكنج داون ريت other كمان ماركرز ممكن يتم استخدامه ولكنهم يعتبروا نيو تيست اللي هو the C terminal cross linking اوف تايب of type 1 collagen CTX هذا يعتبر بون ريسوربشن ماركر نتوقع بحاله الستوبروزيز يكون ايش؟ مرتفع

الآن نيجي لل prevention and treatment of uh, osteoporosis نبلش uh, من non-pharmacologic therapy طبعاً بالأساس non-pharmacologic uh, therapy بيشمل uh, proper nutrition رح نحكي عنها in details moderation of alcohol intake حتى الأفضل uh, limitation على alcohol intake to stop smoking uh, to encourage exercise physical activity and fall prevention يعني أي تصرفات بتساعد المريض يقلل من احتمالية الفول فهي برضو تصب في مصلحة تقليل ريسك الأستيوبروسيس بالنسبة للدايت يعني أهم الأشياء نركز عليها إنه البيشنت يكون ماشي على بالانس دايت من النوترينتس للمينرالز ولكنه ليميتد بالسولت ليميتد بالألكهول بالكافيين وبالاكسسيف بروتين البروتين يعتبر ضروري للبون فورميشن uh, ولكن ما يكون بإكسس أماونت um, يعني ما يتجاوز الشخص ريكومند دايتري ألاونس which is 0.8 جرام per كيلو جرام body weight per day. Um, زي ما حكينا الشخص اللي بيكون عنده low body mass index بيكون thin عنده anorexia nervosa هدول بقللوا البون ماس وجدوا uh, كمان عند الأشخاص الأوبيز وجود الليبتين واللي هو عبارة عن hormone produced by the fat cells as well as the presence of the adipose tissue would, uh, had, would have negative impacts on bone. بالنسبة للكالسيوم اللي بالأساس بياخده الشخص من خلال الفود سورسز آه لازم يحافظ على adequate كالسيوم intake زي ما حكينا أهم شيء نقلل قدر الإمكان احتمالية حصول كالسيوم اللي آه هو الهايبوكالسيميا low calcium level in the blood بحيث ما يصير في بون resorption ما في يصير في كالسيوم resorption from the bone نركز على إنه آه خلينا نحكي في أنواع أكل آه بتقلل absorption الكالسيوم وفي أنواع أكل بتزيد الأنواع الأكل اللي بتزيد هم الكربوهيدرات، فات and lactose. على عكسهم في other types of food that would decrease the calcium absorption from the gut، including fibers, wheat uh, bran, phytates such as beans. الفيتات هم عبارة عن uh, naturally occurring compounds that are found in plants such as seeds, nuts, grains, beans. Uh, كذلك الأوكسالات اللي موجودين بالسبانيش بالرباط كمان هم يعتبروا naturally occurring compounds بنلاقيهم بالبلانتس. الهاي بروتين protein diet, الكافيين والسموكنج هدول كلياتهم بقللوا absorption الكالسيوم من الانتستين وبالتالي they would increase the risk of uh, they would compromise the calcium homeostasis فيتامين د already حكينا ايش هم ال Sources.

وبالنسبة للكافيين أريد حكينا الدراسات أثبتت أنه في strong association between excessive caffeine consumption and the uh, increase of calcium excretion from the kidneys the increased rates of bone loss وبالتالي رسك أعلى الفراكتر وبالتالي لازم إحنا ننصح أي شخص بيكون at risk of osteoporosis to limit caffeine consumption to not more than two servings per day and finally smoking cessation كونه يعتبر هو independent risk factor The osteoporosis as around uh, the smoking cessation is uh, nearly uh, is associated with nearly 80% increase in hip fracture. بكفي لهون اليوم uh, في محاضرة اليوم إن شاء الله في المحاضرة القادمة بنكمل في pharmacologic therapy and the medications used to treat uh, osteoporosis. يعطيكم العافية.